السلام عليكم. تذكرون بالأمس يوم رحت غطيت لكم معرض الكتب الدولي؟ خلصت تصوير قعدت أتمشى بالمعرض وجذبني صوت مميز، وأنا ألتفت ولاقي ناس متجمعين على شخص، فقلت لأهلي واتجهنا إلى المكان. طلع رجل قاعد يشرح عن كتاب، شرح من أعماق قلبه، شرح غير، شرح قشعرني أذهلني. فخلص شرح والناس راحوا، وبدوا الناس المهتمين يسألونه، فسألته قلت مين مؤلف هذا الكتاب؟ رد علي ونظراته كانت فخر وشموخ، قال أنا اللي ألفته. فكل الناس اللي كانوا موجودين انصدموا وأولهم أنا. خلوني أعرفكم على المؤلف، اسمه الدكتور إبراهيم عباس نتو. خلينا نشوف مع بعض إيش محتوى كتابه. أنشأنا أبناء وبنات جيلي في مكة المكرمة، العاصمة المقدسة، حضارة الحجاز والمملكة العربية السعودية، على ما ورثناه من سميات وأمثال ومقولات في مختلف الشعب والحارات بنكهة حياتية خاصة ورثناها عن آبائنا وأجدادنا جيلا بعد جيل. ومن أغلى ما ورثناه لهجتنا. كتابه بيتكلم عن مفردات تراثية اجتماعية لهجة أهل مكة. ما بطول عليكم، سويت مع هذا الشخص مقابلة، يلا نشوفها. هلا. الكتاب اسمه مكة المكرمة. أيوة. مفردات تراثية اجتماعية في لهجة أهل مكة، يعني بمعنى أنه كلمة مو بس الكلمة ومعناها، تديكي المعنى الاجتماعي. بعض الأحيان في سياق الكلمة متى نقولها، بعض الأحيان يكون لها أهزوجة أطفال صح عليها. شايف واحد ثاني، مدري حضرتك ولا واحد ثاني، يروح المدريها، كلمة مدريها إيش يعني؟ شباب اليوم ما يعرف كلمة مدريها، حتى بس عيال مكة ما يعرفوا اللي هي المراجع. تصوري مدريها، المراجع مدريها، ولها جمع مداري مدريها. كم استغرق الوقت انك عشان تألف هذا الكتاب؟ والله زي ما قلت الأستاذ، يعني اخذ سنين تجميعه، وطبعا بعد ما تجمعيه وتصفق اعدادها في الطباعة عادية على اللابتوب على كذا، بعدين الناشر، بعدين نشرتها في البحرين على حسابي في البحرين. هذه النشر الطبعة الثانية، مدارك. كويس. مدارك طبعها في على مدارك، هذه نشرتهم الثانية. كويس. واسمه عن لهجة أهل مكة. أيوه، أنا الحقيقة بالنسبة لي فرحان.